ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن حضرتك تعمل شير سكرين؟ ايوه حاضر. ظهر كده ان شاء الله. موجودة؟ ظهر دلوقتي. طيب، إيه أبدأ؟ طب ثانية واحدة. ثانية واحدة حضرتك بس. خد وقتك. لا لا، هي دي واحدة بس، هقول التعريف بتاع حضرتك. اتفضل. ان شاء الله. شرفنا وجود دكتورة والمهندسة فاطمة الزهراء. هي حاصلة على الدكتوراه في العمارة من جامعة كيرتن بغرب استراليا، وتخصص الحفاظ على التراث والرفاه النفسي والاجتماعي في الأماكن العامة. أكاديمية وباحثة في ما بعد الدكتوراه بجامعة كيرتن غرب استراليا، ولديها 11 ورقة علمية منشورة في مجلات علمية ومؤتمرات عالمية متخصصة. إن شاء الله كلام النهاردة عن بحث عن الذاكرة الثقافية لتحقيق الرفاه النفسي والاجتماعي في المناطق الحضرية التاريخية. هو بعد موجود ولكنه مهمل. شرفتنا يا دكتورة، اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مبسوطة جدا قبل أي حاجة إن أنا معاكم النهاردة، وأنا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس عمر على اليوم، سواء امبارح أو النهاردة، وإن شاء الله بكرة يبقى حاجة ممتازة. كل البرزنتيشنز جميلة وانفورماتيف، وفعلا زي ما دكتورة مي قالت امبارح، من أفضل الحاجات إن الواحد بيقدر يشوف في كذا مجال، مش بس في المجال بتاعه، فدي حاجة جميلة يعني وثرية. ويا رب نقدر نفيد الناس النهارده. انا عارفه ان الموضوع عندي فلسفي شويه، بس يا رب ما يزهقوش يعني، ربنا يسهل باذن الله. الصوت واضح؟ ابدا. دكتور، صوت واضح، الله يكرمك، شكرا. تمام. طيب، بالنسبه للتوبيك بتاعي النهارده، انا بتكلم على الكالتشرال ميموري فور سايكوسوشيال ويل بينج في الهيستوريك اربن لاندسكيبس، وازاي ان ده اكزيستنج دايمنشن بس الناس بتنساه. طيب، انا حابه اعمل زي كويك انترودكشن على من ملاحظتي للبرزنتيشنز بتاعت امبارح والنهارده، ان في جزء من الانتندد اوتكم بتاع الملتقى ان احنا نساعد النيو ريسيرشرز والماستر ريسيرشرز والبوست جراديويتس ان هم ازاي يختاروا مواضيع وازاي ان هم يمشوا في البحث العلمي. ففكرت انه بدل ما كنت هدخل على طول في البرزنتيشن بتاعي او البحث، ان انا اوضح ازاي ان البحث ده هو نقطه او هو حلقه في سلسله من الابحاث اللي كلها بتصب في موضوع واحد. فاول حاجه، هو البحث بتاعي هو جزء من او هو كان الكي، هو المفتاح اللي انا ابتديت اشتغل منه في الدكتوراه. فهو كان تقريبا اول ورقه بحثيه انا طلعتها من شغل الدكتوراه بتاعي، وهي كانت الاول كونفرنس بيبر، وبعد كده الحمد لله تم اختيارها واتنشرت في مجله. الموضوع العام اصلا بتاع الدكتوراه بتاعي هو دور الرول اوف كلتشر ميموري ان اتشيفينج سايكوسوشيال ويل بينج ان هيستوريك اربن لاندسكيب كونزرفيشن. فاول حاجه، هو اساسا عمليه البحث العلمي او اختيار الموضوع بتاع الدكتوراه، انا لما جيت اخترته ابتديت الاول امشي على او قسمته في 3 مراحل. المرحله الاولى كانت الكريتيكال ريفيو اناليسيس، او المرحله اللي انا عملت فيها الليترتشر ريفيو، وانا اخترت نوع الريفيو بتاعي انه يكون كريتيكال او انه يكون نقدي، لان كنت عايزه اشوف العلاقات، اطلع علاقات، مش مجرد ان هو ريفيو عادي. المرحله الاولانيه دي الحمد لله قدرت اطلع منها البيبر اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، وبيبر تانية كانت مور اكستندد لان هي كانت مور ان ارتكل عن ان هي شورت ريفيو يعني. المرحله دي ابتدت نقلتني للسكند فيز اللي هي الميثودولوجي، واللي هي منهجيه البحث. ودي نقطه احب انوه عنها، لان كتير جدا بيحصل هنا اللغط او المشكله عند الباحثين ان هم بيتلخبطوا ما بين فكره يعني ايه منهجيه بحث ويعني ايه اليات
البحث. وهنا ده فرق كبير بعد كده ان شاء الله ممكن يبقى عندنا عليه لوحده مثلا برزنتيشن او حاجه، او لو حد مهتم ممكن نتواصل. فالميثودولوجي هي المنهجيه نفسها، وانا استخدمت كواليتاتيف ريسيرش، ومينلي استخدمت منهجيه اسمها الجراوند ثيوري، وهو ده كان جزء من النوفاليتي في البحث او في شغل الدكتوراه بتاعي، لان اغلب الناس في مجال العماره او المجالات الهندسيه بتشتغل بالكوانتيتيف، بالحاجات الكوانتيتيف اللي بتقيس تانجبل ثينجز، حاجات ملموسه، لكن انا اشتغلت ببيور كواليتيتيف، مش حتى ميكسد، يعني ما دخلتش الاثنين مع بعض. وبعد كده اخر فيز كانت هي مرحلة التطبيق، ومرحلة التطبيق ديت اشتغلت فيها على 3 كيس ستاديز في اسكندرية، وقدرت انشر فيها 3 ابحاث، من كل واحد فيهم قائم بذاته، بس كل دول في هم عدد 6 ابحاث كلهم سلسلة متصلة ببعض بيكونوا رسالة الدكتوراه. ليه اخترت النقطة دي اصلا؟ فكان مهم انه برضو نقول للباحثين ازاي انت بتختار نقطة او ازاي بتفكر في نقطة. فلو رجعت ورا شوية، انا في الماجستير كنت اساسا بشتغل على الاربن كونزرفيشن، لان طول الوقت عندي شغف، وبالتنويه على كلام دكتور صالح امبارح انه مهم الانسان يشتغل في حاجة عنده فيها شغف، فانا طول الوقت معنية بالحفاظ على التراث والجزء ده، وده كان شغلي مينلي في الكونزرفيشن، وكنت اشتغلت في الكونزرفيشن، ويعني ايه اربن كونزرفيشن، وان هو ازاي ان هو البروسيس ان احنا بنحافظ على المباني والاربن فابريك. من الشغل ده قدرت اشوف ان في جاب شويه في انه طب اوكي الاربن كونزرفيشن بيحافظ على الحاجات الملموسه مينلي، او كان ده الدعوه فيه، وبنتكلم على الاربن سبوت از سكيل، بس كان في مشكله شويه في الجزء اللي هو السوشيال والهيريتج ريسورسز، وازاي نخليه انكلوسيف. فمن هنا اليونسكو ابتدت تطلع مفهوم اجدد اللي هو الهيستوريك اربن لاندسكيب ابروتش، وده اللي فيه هم راعوا الاجزاء الانتانجبل والسوشيال ريليشن شيبس والكالتشر، وازاي نحافظ على لما نيجي نحافظ على منطقه نحافظ بيها عليها بكل ما تحتويه حتى بالمشاعر الانسانيه. طب الجاب كانت فين؟ ان انا ابتديت اشوف انه برغم ان الهيستوريك اربن لاندسكيب ابروتش راعى الموضوع ده، الا ان هو ما حصلوش اسسمنت انه ازاي الاماكن اللي اتعمل لها تطبيق للابروتش ده، هل ده حقق ويل بينج، هل ده حقق الرفاه النفسي اللي بنقول عليه او الكواليتي اوف لايف. النقطه دي هنا كانت دي الجاب، وهنا من هنا انا اخترت ان انا اوكي ده الحته اللي انا هشتغل فيها، او ده وير الريسيرش بتاعي ممكن يفيت. عشان كده انا كان عندي لكل البي اتش دي 4 مين اوبجكتيفز. البيبر بتاعت النهارده هي بتجاوب على الجزء الاول او التو اوبجكتيفز الاولانيين اللي هو كنا بنتكلم فيها على الهيستوريك اربن لاندسكيب، والعلاقه ما بين التري تيرمز اللي هم الكالتشرال ميموري والهيستوريك اربن لاندسكيب والسايكوسوشيال والبينج. البحث اللي بتكلم فيه النهارده هو كان زي ما قلت بحث في مؤتمر اسمه ميموريز في 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 داكام في تركيا، وبعد كده كان سيلكتد للنشر في الانترناشونال جورنال اوف سوشيال ساينس اند انترديسيبلينري ستاديز. والبحث طبعا كنت بالشراكه مع اساتذتي بروفيسور جون ستيفنز ورينا تواري. طيب ايه ليه بنبحث في الموضوع ده؟ او الانترودكشن بتاعتنا انه واحده من الاهم النيدز اللي الانسان طول الوقت بيدور عليها انه يحس بالايدنتيتي والبيلونجنج في اللاندسكيب بتاعه، انه يحس انه هو منتمي وانه عنده هويه. والموضوع ده موضوع حسي انتانجبل، يعني مش حاجه ملموسه، ولكن هو عشان الانسان يقدر يحس بالموضوع ده لازم يبقى عنده ايموشنال، يعني عنده مشاعر معينه وذكريات معينه. ومن هنا ده كان الدافع ليا ان انا اشوف اعمل ريفيو على علاقه الهيستوريك اربن لاندسكيب كميديوم، يعني كمكان، والميموريز او الكالتشرال ميموري اللي هي الذاكره الثقافيه، والويل بينج او الرفاه النفسي اللي بعد كده بيحقق لي كواليتي اوف لايف. يبقى كان الهدف من البيبر ديت الاولانيه ان انا اوجه الضوء على العلاقات ما بين الثلاثه تيرمز دول، واقول لا يا جماعه الحاجات دي مرتبطه ببعض، احنا ما بنشوفش ده بس هم مرتبطين ببعض. عشان نوصل لكده لازم نتكلم في المرحله، كنت لازم اتكلم على النقط القادمه. اول حاجه يعني ايه لاندسكيب، ويعني ايه هيستوريك اربن لاندسكيب، يعني ايه ميموري، ويعني ايه كالتشرال ميموري، ويعني ايه ويل بينج، ويعني ايه هيستوريك سايكوسوشيال ويل بينج، والعلاقه بين الثلاثه اللي انا بقول ان انا شايفه ان هي موجوده.
فاول حاجه يعني ايه لاندسكيب. فاللاندسكيب هو البورشن بتاعت الايرث سيرفيس اللي نقدر نكومبريهند ات جلانس، يعني انا اقدر استوعبها كلها في لحظه. السينيري يعني المشهد الفيو اللي احنا موجودين فيه. طيب كده بس لا، هي كمان الكالتشرال تابستري اللي هي اللايف بتاعت اللاندسكيبس، التراديشنز اللي موجوده في المكان، الاكتيفيتيز اللي الناس بتمارسها في المكان، الريكوجنيشن بتاع الفاليوز، القيم اللي الناس بتستخدمها في المكان، اللي بتحقق لي ايدنتيتي وسنس اوف بليس او بنسميه روح المكان او الاحساس بالمكان. كل ده بيصب في اللاندسكيب، وده اللي بينقلنا للمفهوم الاشمل اللي اتكلمت عليه اليونسكو اللي هو الهيستوريك اوربن لاندسكيب. طب ايه هو الهيستوريك اوربن لاندسكيب؟ هو الاربن اريا اللي فيها هيستوريك ليرينج، فيها طبقات من التاريخ والثقافه الكالتشر والفاليوز الطبيعيه والاتريبيوتس والمحددات. المكان ده او الميت ده بيشتغل كميديوم، كوسيط، او اللي هو الناقل او اللي بيشيل ايه، بيشيل الهيستوري التاريخ، وبيشيل الريممبرد والفورجوتن ايفنتس. وهنا بيورينا نقطه هنتكلم عليها بعد كده قدام شويه، ان في فرق بين الهيستوري التاريخ والميموري، عشان ده سؤال دايما بيتسال ايه الفرق. لا، في فرق. طيب ايه علاقه الهيستوريك اوربن لاندسكيبس بالميموري؟ طب احنا قلنا ان الهيستوريك اوربن لاندسكيبس هي الميديوم، هي الوعاء او الحاجه اللي بيحصل فيها الاحداث الايفنتس، وبالتالي هي البليس اللي الانسان بيرتبط له او بيبقى مرتبط بيه بسبب النوستالجيا والميموريز. فهنا جه دور الميموري، فانا برتبط بمكان لان كان في احداث انا عندي ليها علاقه. طب احنا قلنا ده مش هيستوري، لا، هنا بقى الفرق انه الميموري لازم مرتبطه بحاجه اسمها الريممبرنس او الريكولينج، وهنتكلم في تاني، او ان انا استدعيها. الحدث او الهيستوري هو مجرد حدث، لكن الميموري لازم انا ابقى عايز استدعيها. فالميموري هي المنتال كاباسيتي اوف ريتينينج اند ريفايفنج ايفنتس، وهي الريكولينج للبريفيوس اكسبيرينس. الهيستوري هو بريفيوس اكسبيرينس بس، يعني حصل كذا في اليوم الفلاني، لكن عشان تبقى ميموري لازم يكون حد عاش الاكسبيرينس وبيتكلم عليها او حسها او بيوصفها. الميموري ممكن تكون انديفيديوال يعني شخصيه لواحد لبيرسون، او كولكتيف او سوشيال يعني مجموعه ناس حصل لهم نفس التجربه او عاشوا نفس الايموشنز في نفس المكان في نفس بنفس الطريقه، او حتى حسوا ايموشنز مختلفه بس كانت في نفس التجربه، وهنا بنسميها السوشيال او الكالتشرال ميموري. وعشان كده هم الكالتشرال ميموري والسوشيال ميموري لايك سينونيمز، احنا ممكن نستخدم الاثنين بالتبادل. يعني يبقى من هنا نقدر نعرف ايه هو الكالتشرال ميموري. الكالتشرال ميموري هي سوشيال ميموري، هي ميموري اوف كولكتيفيتي، يعني فيها جموع بتشترك. هي سيريس من ايفنتس بيتم تذكرها او استدعائها بمجموعه من الناس اللي كلهم بيتشاركوا في تذكرها وفي انتاجها. ما احنا اللي بنعمله النهارده هو هيبقى ميموري بكره. فالميموري ليها اهميه لان هي standardize وتريجوليت الكوميونتي. يعني ايه؟ يعني نتيجه للميموريز والتجارب السابقه الكالتشرال ميموري يعني بالتحديد، المجتمع بيبقى عنده ثوابت وبيبقى عنده ريجوليشنز، بيبقى الناس تكون هويه وتكون وجهات نظر اتجاه موضوع ما او مبنى ما او مكان ما. ومن هنا نقدر نقول ان الكالتشرال ميموري بتعتبر نوع من انواع الناشوناليست ميموري، يعني ميموري قوميه، لان هي مرتبطه زي ما قلنا قبل كده نمبر 1 ان هي مرتبطه باللاندسكيب بالجيوغرافي، وبتحقق نتيجه لكده حاجتين مهمين قوي النهارده ما بتكلمش عليهم باستفاضه بس لازم اذكرهم، هم البيلونجينج عن طريق البليس اتاتشمنت، وبتحقق لي الايدنتيتي او الهويه. عشان كل ده عشان هي مرتبطه بسبيسيفيك بليس او بهيستوريك اوربن لاندسكيب. طب احنا كده اتكلمنا في الجزء اللي فات عن انه اوكي الهيستوريك اوربن لاندسكيب ليه علاقه بالكالتشرال ميموري. طب الجزء الثاني انه ازاي هما الاثنين ليهم علاقه بالويل بينج، هنشوف ده. ان الويل بينج يعني ايه ويل بينج اصلا، او ايه هو الرفاه اللي بيحققه اللي بيقدر يحس بيه الانسان. فبنقول ان الويل بينج هي الجلوبال اسسمنت اوف ا كواليتي اوف لايف اكوردنج تو هيز اون تشوزنج كرايتيريا، يعني الانسان يحس ان هو عنده كواليتي اوف لايف، جوده حياه، اكوردنج للكرايتيريا هو اللي بيقدر يحكم او يحط بنود اللي يقدر يحكم بيها على اذا كان في جوده حياه ولا لا. طب دي بتيجي منين؟
الكواليتي اوف لايف بقى، ما احنا خلاص عرفنا الويل بينج، طب الكواليتي اوف لايف دي بنحددها ازاي، او ان في جوده حياه ولا لا عشان نقدر نقول في ويل بينج، في سعاده، في رفاهه ولا ما فيش. ال WHO قالت ان الكواليتي اوف لايف او جوده الحياه هو الانديفيديوال بيرسبشن، استيعاب الانسان وتصوره لمكانه في الحياه من ناحيه المؤثرات والمؤثرات اللي بتاثر عليه. وقالوا ان في مجموعه مؤثرات مختلفة بتأثر على الإنسان. المؤثرات دي ممكن تكون سايكولوجية، ممكن تكون فيزيكال زي الحاجات والإنفيرومنتال وكالتشرال وسوشيال. طيب احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم النهاردة على السايكوسوشيال مينلي، اللي هي سايكولوجيكال وسوشيال مع بعض، هي ده ترم اسمه سايكوسوشيال ويلبينج. السايكوسوشيال هو الكونديشن اللي بيكون فيه الإنسان محقق، حاسس بفول رينج اوف وات از ا جود فور ا بيرسون، متحقق. ومتحقق من ناحيه ايه؟ ان هو حاسس انه عنده سوشيال رول، مبسوط، سعيد، هابي، ليفينج اكوردنج تو جود فاليوز، عنده فاليوز كويسه، عايش بمستوى كويس، كوبينج مع التشالنجز، عنده تحديات وبيقدر يتعايش معاها، عنده سكيلز بيقدر يستخدمها، having security، عنده حماية، عنده protection، وعنده access لgood quality services، عنده كمان quality services. فنقدر نقول ان عشان يتحقق عندي psychosocial health او well-being، فانا لازم يكون عندي mental health، social health، spiritual، روحي، وemotional. المنتل بيجي عن طريق الحاجات اللي ليها علاقة بالتفكير، السوشيال ليها علاقة بالارتباط بالمجتمع وعلاقة الإنسان في مجتمعه، spiritual هو علاقته الروحانية بأنه هو موجود في الحياة، هو متحقق، emotional هو الحسي أو الشعوري والحقيقة الأحاسيس، وهي دي نقطة اللي بتهمنا ميلي، اللي بيحسها الإنسان في المكان بتاعه أو في الانفايرومنت بتاعته. فنقدر نقول من هنا ان ان عندنا ترم مهم اسمه سنس اوف بليس، او اللي اتكلمنا عليه قبل كده في المرتين في ساعه الكالتشرال ميموري، او اللي هو روح المكان او الاحساس بالمكان، ليها علاقه مباشره بالموضوع، لان احنا اتكلمنا ان الانسان بيتعرض عنده اربعه كاتيجوريز بيأثروا على السايكوسوشيال ويل بينج. فبنقول ان السنس اوف بليس ده الامبريلا اللي علاقه الانسان بالاربع مؤثرات دول بتظهر فيه. فاول حاجه الايموشنال بوند زي ما قلنا، اللي بتيجي عن طريق الفيلينج، علاقه الانسان بالاماكن اللي حواليه زي ما اتكلمنا، الفيلت فاليوز والمينينجز زي ما قلنا في اللي فاتت، علاقته بالمينينجز واحساسه بمكانه هو متحقق ولا لا، والسبيريتشوال والاويرنس بتاع الكالتشرال والهيستوريكال والسباتشال كونتكست حواليه. فمن هنا نقول ان السنس اوف بليس بيتعامل او بيتكون من الاربعه كونستراكتس اللي اتكلمنا عليهم في السلايد دي، الاربعه اللي هو المنتال والسوشيال والسبيريتشوال والايموشنال. وبالتالي هو ليه علاقه مباشره بالسايكوسوشيال ويل بينج، وبيوضح انه ليه جزء من السايكوسوشيال كونستراكت. طب ما احنا قلنا قبل كده ان السنس اوف بليس اصلا بيجي لما بيبقى عندنا cultural memory، ولما بيبقى عندنا place attachment و place identity. ومن هنا نقدر نقول ان sense of place هو زي ما قالت ريبيكا سولنت، ان هو six sense او الحاسة السادسة اللي بتحركنا في الاماكن، وبتعمل لنا map، mind map للاماكن عن طريق الميموري اللي كانت عندنا والspatial perception وادراكنا للفراغات مع بعض. فعشان نعمل summing up بقى، ان احنا كده الدياجرام ده بيقول لنا ازاي فعلا ان الثلاث terms دول فعلا مرتبطين ببعض، وفعلا مهم ان احنا ناخد ان في الاعتبار ان الثلاث حاجات دول بيأثروا في بعض، وما ينفعش ان احنا ندرس كل واحد لوحده وننسى التاني. ان عن طريق ان الهيستوريكال اربن لاندسكيبس ليها فاليوز سواء كانت ناتشرال او كالتشرال، واتكلمنا ان احنا بنتكلم حاليا على الانتانجبل، الحاجات الغير ملموسه، واخترنا منها بالتحديد الكالتشرال ميموري عشان ندرسه. كمان على الناحيه الثانيه الويل بينج values فيها tangible و intangible، وال intangible مجموعة زي الميموريز والإيموشن والكالتشر والسوس والسنسز، وإحنا برضو قلنا إحنا معنيين حاليا بالميموري، وكلمنا إن الميموري بتساهم في تكوين place identity و place attachment اللي هما together بيكونوا لنا sense of place، وال sense of place هو main construct أو بيكون mainly psychosocial well-being. وبالتالي يبقى أنا عندي فعلا في علاقة اساسيه ما بين الثلاثه تيرمز اللي احنا ابتدينا بيهم كلامنا، اللي هم الهيستوريك اربن لاندسكيب والميموري او الكالتشرال ميموري والسايكوسوشيال ويل بينج.
يبقى الكونكلوجن بتاعنا ايه؟ انه ايوه في a lot of intangible things بتاثر على السبيس، واحده منهم الميموري، وبالتحديد الكالتشرال ميموري. وناخد بالنا ان الميموريز ممكن تكون جود او باد ميموريز، وده بيختلف كتير جدا من سايت لسايت، وتاثير الانسان وتاثيره على الانسان. ان في ريليشن شيب ما بين الكالتشرال ميموري والهيستوريك اربن لاندسكيب، والريليشن شيب دي بينت لنا او اظهرت لنا الامبورتنس بتاع السنس اوف بليس والانتانجبل فاليوز، ان في حاجات تانية في الحياة لازم ندرسها غير كلها حاجات ملموسة ومباني فقط، لا في تأثيرات بتأثر على العمارة وعلى الاربن فابريك انتانجبل. ان الكالتشرال ميموري والسايكوسوشيال ويل بينج بيأثروا على الهيومن بيهيفير في السبيس، وممكن يغيروا الحاجتين دول، ممكن يخلوا التصميم يتأثر لان الانسان هيستخدمه هيأثر على البيهيفير بتاعه فيه. واخر حاجه ان احنا قدرنا نشوف ان فعلا في جاب في النوليدج، انه ان المواضيع اللي زي ديت او العلاقات اللي زي دي محتاجه a lot of deep in research، ومحتاجه شغل اكتر عشان توضح المواضيع. بكده البرزنتيشن خلصت. انا حبيت اقول شويه topics برضو للريسيرشرز، انه طب انا ممكن استفيد بايه اذا كان حد مثلا زي اشتغل على المواضيع زي ديت وكمل في النقطه دي، لكن الدنيا رايحه فين في الحاجات دي دلوقتي؟ دلوقتي في اللي حابب يشتغل في الكلام ده، الناس بتشتغل في حاجه اسمها الانفايرومنتال سايكولوجي، وبيشتغلوا على السايتس اوف تروما. احنا اتكلمنا في البرزنتيشن على الميموري. طيب الميموري قلنا ممكن تبقى جود او باد، طيب الباد دي بيسموها سايتس اوف تروما، اللي هي الاماكن اللي حصل فيها مآسي. التاثير ده كان حصل ازاي، سواء كانت كاتاستروفيز او حروب، او التاثير ده بيبقى ازاي لما بنيجي نعمل اعاده احياء للاماكن؟ بنعمل ايه؟ هل بنفكر الناس بالمآسي؟ هل بنحاول نطمسها؟ هل كل دي تساؤلات الناس كلها بتبحث فيها دلوقتي، خصوصا ان احنا في اوقات مليانه حروب ومليانه مدن بتتبهدل وترجع وتروح وتيجي. والحاجات التانية المهمة قوي قوي والدنيا كلها متجهة ليها حاليا، اليوزز بتاعت الناريتيفز اللي هي الحكاوي، يعني القصص بتاعت الناس، والميموري في ازاي الكالتشرال هيريتج بروتكشن، ان ازاي دلوقتي بنستخدم الكلام ده بال 3D، وده اتجاه جامد جدا بالذات في الدول الأجنبية، انه ازاي انا لو حصل فعلا كمان عندي ان المبنى ده مش موجود خالص، ما بقاش موجود، او المنطقة دي انتهت ما بقتش موجودة، انا اقدر اعمل لها سيميوليشن واعمل معرض والناس تحضر السيميوليشن. طب انا هبني السيميوليشن ازاي؟ انا ببني السيميوليشن ده عن طريق الناريتيفز، الحكاوي، الناس اللي عاشت في الوقت ده ممكن توصف وممكن تحكي. واوريدي في حاجات، في مشاريع زي دي شغاله كتير، من ضمنها بروجكت انا حاليا بشتغل فيه في استراليا اسمه ميشنز كونكت، لو اي حد حب يدور عليه بيكتب missionsconnect.com بيطلع له. ده في فيرتشوال رياليتي تول مبنيه كلها عن طريق القصص بتاعت الناس اللي كانت عايشه في المنطقه في الاماكن دي. وكده انا خلصت، شكرا، ويا رب ما اكونش طولت عليكم. ودي الريفرنسز للبرزنتيشن لو اي حد حابب يرجع لحاجه، وشكرا، واحب اخد اي اسئله لو في حد عنده اي اسئله. جزاكم الله كل خير يا دكتوره، الف شكر لحضرتك. لو في حد عنده اي اسئله للدكتوره فاطمه.